نادي الاتصالات يشرك لاعب تاني. ضربه ركنيه للاهلي. طبعا الشوط الثاني الاهلي غير فريق بالكامل، نادي الاتصالات غير فريق بالكامل، وادي واحده تاني تصويبه وهدف خامس، هدف خامس. هنشوف رقم ميشو هو اللي جايب الهدف، ميشو هو اللي جايب الهدف. هنشوف رقم كام، 35، احمد حاتم، احمد حاتم رقم 35 هو اللي سجل الهدف الخامس في الدقيقه 42، 5-0 احمد حاتم رقم 35. هنشوفها تاني اللعبه اهي، وادي التصويبه وخبطت في مدافع ودخلت واصبحت 5-0. 99 هينزل، هنشوف رقم 99 محمد جعفر، اخر تغييرات خلاص، محمد جعفر هينزل وهيخرج.